بعدين أصبح الخير. عادي الاخر الاخر صباح النور. زين سيدي والله لا بخير شوية من الفوق لا من تحت بخير سخان فرشت حوايجي كاملين. برنامج اليوم ان شاء الله قلنا نفطروه بقات واحد 8 كيلومتر ل واحد المدينه سميتها ايت بركه نفطروا تما ان شاء الله وغادي نكملوا ان شاء الله الطريق التليوين. لا غادي نفوتوا حتى الدرس ان شاء الله اليوم قلنا غادي نباتوا في التليوين تقريبا واحد 70 كيلومتر وهكاك غادي تبقى لنا تقريبا شي 60 ولا 70 كيلومتر اخرى للورزازه تسبح حول الله. حنا دابا نايضين مع 6 الصباح الاستعدادات كلشي ما بعد هادي الفجاجه التي عندك. انا مازال هنا الله اكبر.